والإرهاب، غيب 3 من المجندين في كمين أمني في المنصورة. الحقيقة ده كان فجر النهاردة، شيعت جنازتهم في جنازة عسكرية، جثامين 3 من قوات الأمن. عملية إرهابية الحقيقة، وابل من الرصاص اتفتح على الكمين في المنصورة. أسماء الشهداء: محمد صفوت محمد أمين، محمد صفوت محمد أمين شرطة مقيم بقرية صهرجت الصغرى مركز أجا، شريف سعد علي مقيم بعزبة اسكندر التابعة لقرية بدين مركز المنصورة، وأحمد عبد المحسن محمد مساعد شرطة قرية ميت القرشي مركز ميت غمر. إنك أنت تنزل وتفتح النار على ملثمين في فجر اليوم، نزلوا فتحوا النار على مجندين واقفين، أو يعني أمناء شرطة واقفين بيدافعوا عن الكمين بيؤدوا عملهم، لكن الإرهاب أراد أن يقتلهم. رحم الله الشهداء.